très agréable. معناها عجبتني لابيناجمون تحفون فما اون ابسورباسيون اكوستيك حلوه ياسر الريبارتيسيون نتاع بقعة العروسة والحفلة كيفاش معمولة حلوة جو رماركي اوسي ان سيرفيس تري اغريابل الحق معناها عرمش معناها شفت انا مثلا جماعة جاو اون غوتار ايزون ايتي بيان سيرفي الحقيقة عجبتني وانا جو بريفير سالا كيما كي اوتيل على خاطر لونتخي باهية عندك حتى لاكسي بور لي زونفون لاسانسور معناها لا سالا اللي بيان غاردي والحق انا عجبتني انا معناها عملت مارياج نتاع بنتي في اوتيل ريزيدونس ان شاء الله كان بنتي جايه نفرح بها كنا عملنا لها روتيه هنا الحقيقه عايشه ميرسي سيرفيس خارق العاده عجبني كل شيء ان شاء الله تكملوا هكا السالة حلوه ياسر والاورغانيزاسيون حلوه ياسر سيتي امبيكابل سيتي كيلكو شوز تري جولي quelque chose de réussi et je félicite ceux qui ont fait cette salle. Azra, j'ai ajouté. Sécurité, le bar. Quoi d'autre? Les services, le bar, quand l'allion. Tu as ça. Ça, la mishra. Les yeux, les yeux. Tu as ça. De A à Z. كلها مشرها تهبل ما عندي فيها ما اقول نتمنى فيها نعرس فيها لولدي على قريب باسل عجبتنا برشا اللي هو سيرفيس تحفون ياسر سون تري اغريابل لي سيرفور سي بروب سي امبيكابل يا ريان ا دير لا سيكوريتي ا لاكستيريور الي امبيكابل اون سون سيكوريتي سي بارفو باس فريمون سيتي تري تري بو اي تري لوكسيو le service extraordinaire on a rien vraiment on trouve rien à dire c'était parfait لو الصالة مزيانة وتسكي ديكور حلو برشا وعجبتنا وحلوة حتى ليكو نتاع لي ميوزيسيان مش قوي برشا وبوان دو فيو سيرفيس زاد باهي برشا روعة دونك نتمناوكم ان شاء الله نجاح وبون شونس صالة ياسر حلوة مسخمة باهية سيرفيسها باهي لومبلاسمون نتاع الصالة باهي برشا ديجا قريب كل شيء سالة كبيرة ما شاء الله بالكدي لاسونسور تري تري براتيك للعرايس معناها حاجة باهية واسعة زاوية بالكدي مليح تري بيان كليماتيزي الحق ما تقلقنيش وبالنسبة للسيرفيس ما شاء الله عليهم معناها يسون تري نومبرو معناها موجودين في البلاكس الكل يعيش لقيت هاد الصالة ياسر حلوة ومزيانة ولقيتها كما توقعت خير سي اون سال مانيفيك تو سال 650 والسيرفيس اللي il est extra service au sala ou au nizam sala حلوه برشا اول مره نجيها je trouve que c'est merveilleux à Tunis de trouver de belles salles خاطر c'est pas évident inchallah que je revienne un jour et dans une autre soirée comme ça et dans une salle aussi belle à bientôt. Merci.